الغربال مدرب الزمالك يزكي الاهلي ازاي؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل، وهنشوف ازاي مدرب الزمالك يزكي الاهلي ويساعد الاهلي على تحقيق صفقه كانت مهمه في الايام الاخيره. شوفوا قيمه الاهلي، واذا كنا بنتكلم حتى على مشارف ملعب السياسه شويه، صحيح شفنا الرئيس السادات وشفنا علاقته بالرياضه وحرصه على تكريم كتير من الرياضيين في صور كتيره في حقبه السبعينات، لكن كمان حاليا في الالفيه الجديده والنادي الاهلي بيمارس دوره كواحد من القوى الرياضيه الناعمه المهمه لوطنه. شوفوا قرار النادي الاهلي بالتعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني كان له اصداء وردت فعل على المستوى الرئاسي، لما الامر يصل الى انه رئيس جمهوريه جنوب افريقيا يعلن في بيان عن تهنئته لمدرب او مواطنه بيتسو موسيماني ويقول انه كنا نتمنى ان تبقى هنا، لكن نحن نفخر انك ذهبت الى النائد الرائد في افريقيا، نتمنى لك النجاح ورفع راية كرة القدم في ناد تفخر به أفريقيا كلها.